السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة أم شيرين وآية. اليوم غادي نقدم لكم واحد لي شوسو اللي كيجيو زوينين وبنان، جوج ديال الحشوات، الحشوة ديال الحوت وديال الكفتة بدون العجين، كيجيو بهذه الطريقة هذه. بصراحة كيجيو يستاهلوا يجربوهم. ودرت معاهم حتى شوية ديال البريوات، هذه نفس الحشوة درت شوية البريوات وشوية ديال الشوسو. نتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم وتجربوهم. دخلوا عندي القناة ديالي وديروا لي اشتراك، وفضلا ماشي امرا. كنشكركم بزاف الناس اللي داخلين عندي في القناة ديالي، مرحبا بكم. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناة ام شيرين وآية. اليوم غادي نقدم لكم واحد لي شوس اللي كيجيو واعرين زويونين بزاف. عندي واحد اش غنقول لكم، وقعت لي انا كيسحبني، راني كنصور وانا راه التليفون ما كيصور ليش، وحتى درت كلشي في بقيت كنقدم دير المقادير، في الاخر ما لقيت والو، ما مصور والو. معليش قلت واخا هكاك غنزيد نشارك معكم هذا الفيديو. هذا عندي هنا واحد البصله مشلضه، قسمتها على جوج حيت غنصايب جوج الحشوات ديال لي شوسو. واحد الفلفله كبيره حتى هي قسمتها على جوج، واحد خمسة المعالق، خمسة المعالق ديال الفلفله. وعندي الابزار والكمون والتحميره والسودانيه، هذه ديال الحوت، هذه غنديرها بشوي ديال الكروفيد، وهذه غادي نديرها في الكفته بالكفته كما كتشوفوا معايا. هنايا درت واحد شوي ديال الكمون، شوي ديال الابزار، شوي ديال المليحه، خلاص الزيت. ولا بغيتي ديروا الزبده كديروا الزبده. وهنايا شوي ديال الزيتون مقطع غادي نديرو مع الحشوه ديال الحوت. وهنايا شوي ديال الشعريه الصينيه ديال الرز، شوي ديال القزبر ومعدنوس والفرماج غنحتاجو في الاخر. هاد لي شوسو البنات كيجيو بدون العجين، كيجيو غزالين وساهلين في التحضير دغيا، زعما كيوجدوا. ها نتوما معايا وتسمحوا لي على هاد الفيديو هذا، راه والله العظيم الا كيسحبني راني كنصور وزايده في التقديم وغاديه كنهضر، في الاخر لقيت حتى شي حاجه ما تسجلات. خليكم معايا حتى نسالي هاد الحشوه هادي. البنات رجعنا معكم بعد ما وجدنا الحشوه ديالنا. هاد الحشوه درتها بالحوت كوفيد، وهذه درتها بالكفته من بعد ما طابت، زدت عليها شويه ديال المعدنوس والقزبر، وهذه ديال الحوت زدت عليها شويه ديال الزيتون. وعندي هنا الشعريه الصينيه نقطعها بالمقص شويه هكا، اللي درناها في الماء الماء مغلي وصفيناها. ما غاديش نكثر منها، غندير غير شويه هنايا، غندير غير شويه هنايا ما نكثرش منها. وغادي نخلط هاد الشعريه كامله، غادي نخلط عفوا غادي نخلط هاد الحشوه كامله. غادي تسمحوا لي حيت في الاول درت الفيديو بصراحه وبديت معاه، وهذا بالحق ما تسجلليش كاع، ما التليفون عندي عامر كيسجل غير واحد شويش وكيوقف. غادي نمشي بهذه الطريقه هذه، نخلط هاد الشعريه مع هاد الفلفله. كي قلت لكم عندي هنايا غير الفلفله، الفلفله كديروا الحشوه على حساب اشخاص اللي عندكم، الفلفله والبصله الحشوه كديرها بالطريقه اللي بغيتي. هذه هي ديال الحوت، وهنا عندي ديال الكفته، وهنايا عندي واحد الصفر ديال البيض، زدت عليه واحد القطره ديال الخل باش يحيد لينا داك السفوريه. هنا غنزيد عليها واحد شويه ديال لاصوص سوجا، اقتراط وصافي. هادي غادي نحتاجوها للدهن من الفوق كما كتشوفوا معايا. هنا واحد جوج فرماجات، دابا غادي ندوزو دابا نقدم لكم الطريقه باش غنصايب لي شوسو حيت ما عنديش العجينه. هذه هي العجينه ديالنا باش غادي نصايبو لي شوسو، هي هاد العجينه ديالنا
هذا هو الخبز. خبزكم اللي هنايا كيتباع في المغرب، يقدر يكون كيتباع في مرجان، في هذا السوبر مارشيات كبار، هما هنايا كيكون فين ما مشيتي كيجي بهذه الطريقه. هذه غادي نحتاجو واحد الكراده بحال هذه، غنحتاجو دلك، غادي نشدو هاد الدلك هذا، غادي نطلقو هاد الخبز هكا، حتى كيولي رقيق. البنات هنا غادي نحتاج هاد الدلاك، هاد جرارة ولا الموس، فرشيطة، الحشوة ديالنا كيما عرفتو راه واجدة. هنا غادي نحتاج هاد الخبز هذا، بوفان كومبليت، كيجي زوين. هنايا كيكون في أي مكازا، بالحق في المغرب يقدر يكون غير في هذا السوبر مارشي كبار ولا في مرجان، كيجي على هاد الشكل هذا. كنشدو كنطلقوه شوية. نتوما يا البنات، انا من قبل كنوجد وعاد كنعمر، دابا انا بغيت نشارك معكم الطريقه كامله من الاول حتى الاخر. نتوما البنات هاد الحشوه هادي تقدر تديروا بها البسطيلات، ديروا بها البريوات، انا كنصايب بها البريوات والبسطيلات. كتقطعوا الجوانب هادو، وهاد الجوانب راه ما كيضيعوش، كنديرهم في الفران كيتحمروا، كنطحنهم، ملي كنبغي نقلي الحوت ولا شي حاجه كنصايب كندير به. كتاخذوا الحشوه ديالكم وشويه ديال الفرماج وهاد لاباشكيري، كدهنوا ضروري كدهنوا هاد الجوانب. حيت هذا راه ماشي عجينه، هذا راه الخبز باش شويه قاسح، ماشي بحال العجينه. كنشدو الحشوه ديالنا بحال هكا ملي كنبغي نقلبو، كنبقاو نوركو واحد شويه بحال هكا. نجيبو الفرشيط ديالنا كنوركو غير واحد شوي بحال هكا، نتمنى يكون الفيديو واضح ومفهوم. كيجي بهاد الطريقة هادي، كيجيو زويونين وبنان كما كتشوفو معايا. راني بديت هنايا، بديت نعمر في هاد الليمون ديال الفران، وكنستمروا بهاد الطريقة هادي حتى كنكملوا العجين ديالنا، الخبز ديالنا، لي شوسي ديالنا، المهم نسميوها كيما بغيتو، حيت هادشي راه ساهل دغيا كيوجد. هنايا البنات غادي ناخذوا هذيك البيض وهذاك شويه ديال الشوزه، كندهنوا ماي واحد شويه هنايا بهاد الطريقه هذه، ما نكثروش منهم، كثروش بالبيض. كيجيو بهاد الطريقه زويونين بصراحه، وكيجيو خفاف مع هاد الخبز. كنطلقو حتى كيولي بحالو بحال الورقه بحال هكا. نتمنى تكون الفيديو واضح ومفهوم. بحال هكا كنخشيهم في الفران، هادو كيجيو في الفران كيجيو زويونين بزاف. والمهم دابا غنخشيهم في الفران حتى نتلاقاو في التقديم ديالهم. هذا هما لي شوسو ديالنا بعد ما وجدو، كيجيو بهاد الطريقه هادي،
كيجيو بصراحه زويونين بزاف بدون ما تكلفي راسك تنوضي تعجني وديري بزاف الحوايج، كيجيو بهذه الطريقه هذه اللي هما البريوات، كيجيو غزالين هاد البريوات حتى هما نفس الحشوه اللي في لي شوسولي في البريوات. صراحه صايبتهم بساتين، ماشي ما كلفتش راسي وما تعد زعما ما تعذبتش فيهم، شي حاجه اللي هي بسيطه كتكون عندنا غير في الكوزينه ونقدروا نخرجوا منها بزاف ديال الحوايج. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، نكون خفيفه على قلوبكم، وشكرا لهلا يخطيكم كاع الناس اللي كتدخل عندي، مرحبا بكم. الناس القدام والجداد مرحبا بكم، الف مرحبا، كنشكركم بزاف. ما تنساو ديروا لي جيم وتشاركوا معايا في القناه ديالي وتخليوا لي شي بصمه تكون زوينه. كنقول لكم الف مرحبا الف مرحبا، اي واحد دخل عندي كنقول له الف مرحبا، وكنشكركم بزاف بزاف. نتمنى هذا الطبق هذا ينال الاعجاب ديالكم، كيجي بهذه الطريقه هذه بصراحه كيجي زوين. نتمنى خصوصا الحشوه كتجي بنينه وزوينه، لا ديال الحوت لا ديال الدجاج، بصراحه كيجي هذاك الشيء زوين. نتمنى تجربوه وتخليوا لي في التعاليق، هي شي حاجه ماشي اللي هي شي حاجه واو، شي حاجه اللي كتعبي عليها، شي حاجه اللي هي بسيطه تقدر المراه تكون خدامه وتجي اخر لحظات وجداد اللي شصو كيوجدوا غير بالخبز كما شفتوا معايا، شي حاجه اللي هي بسيطه. نتمنى تكون خفيفه على قلوبكم، والله يعاونكم. الى لقاء حتى الفيديو ان شاء الله جديد.